السلام عليكم. حدثت حادثة غريبة من نوعها بتاريخ 19 إبريل 2022 ميلاديا، انفجار قنبلة. طبعا تعزية ومواساة لأهل المتوفين، والله يرحمهم ويغفر لهم ويتقبلهم من الشهداء إن شاء الله. طبعا هذيل طالبين خرجوا إلى الجبل ورأوا قنبلة في الجبل وأخذوها معهم السكن، وهذه القنبلة أو الذخيرة تعود إلى حرب الجبل في الستينات والخمسينات. ولكن للأسف هذه القنبلة والذخيرة حية، وكان من المفترض أن يبلغوا الجهات المعنية أثناء وجود هذه القنبلة ويسلمونها الجهات المختصة، ولكن للأسف أخذوها معهم وانفجرت القنبلة ومات الشهيدان بسبب هذه القنبلة. طبعا وحدوا الدعاء لأهل المتوفين والمتوفين، الله يرحمهم ويغفر لهم ويتقبلهم من السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.